زاد الرضا نبت السيوف وحد سيفك ما نبا وكل أرض العزم أغنية الضبا نبت السيوف وحد سيفك ما نبا. رجل أمن ورجل السير المثالي مشينا ولا السير منيح ورجل السير هو مرآة المواطن بأخلاقه بلسانه الحلو بهندامه قيادته. الساعة 6 بالضبط بكون طالع من هنا على الميدان اشتغل من ألف كلهم عندي مثل سنان المشط إذا وزير أو سارفيس سواق ذوق وفن وأخلاق والقانون لا يعلى عليه ويهم لي أحطهم في عيوني هنا أو أحط سياراتهم على كتفي أوصلها لمكان اللي بدهم إياه يعني ما بقف. نعم بحب شغل كثير وبتمتع في عملي الحمد لله. اشتغل من قلبه فخر لكل الأردن. الله يحييك والكل بحبك زي ما شفت وأي واحد بيشتغل من قلبه منحطه عراسنا. الله يحييك تحياتي لك. بس أنا عندي سؤال بهيك خفيف دم بسيط. أنت سعيد بحياتك؟ نعم سعيد. ليش؟ لأني بحب عملي بحب شغلي كله. طب أنا قاعد برا عم بحسب مع الشباب قديش عمرك حسبنا وضربنا أنا قلت لهم 52 سنة أنا 60 سنة ما شاء الله. طب خلينا ننحف يا زلمة زيك. نعم بدنا ننحف زيك. اسمع الشغلة الثانية أنا عم بحسب هيك بقول إذا 20 سنة فتت 40 سنة شغال المايك 40 سنة يعني إذا بتسلخ 100 مخالفة بالسنة نعم على 40 4000 مخالفة سفقت المواطن تمام؟ قديش أنت مخالف؟ مخالفة واحد بس؟ نعم أنا في إلي عندي مفاجأة لك تمام؟ بدنا الباشا الباشا موجود؟ وسهلا فيك هذول احسن لك مني هذول الطيبين احسن لك مني الله يخليك